السلام عليكم شباب، معكم علاء من كذا سوق، واليوم عندي لكم قطعة نانو ليف الجديدة اللي هي اللاينز. طبعا هاي تو نازل الحين، في 15 حبة 9 حبات، في الاكستنشن اللي هو الادونز 3 حبات. تقدر تشتري اكثر، خلينا نقول من 30 حبة وتشبكهم في بعض وتسوي شكل غير. طبعا شركة نانو ليف متخصصة بالاضاءات، في اشكال وانواع مختلفة عندهم. الشيء الحلو انك تقدر ببرنامج واحد تشبك كل هالاضاءات مع بعض، مثلا تاخذ الشيبس المثلث تشبكها مع هذه فيعطيك اضاءة سينكت او مترابطة مع بعض، تشبك البولبس، طبعا هاي كلها موجودة عندنا في الموقع في المحل، تشبك البولبس معهم تقدر. فهاي الشكل مميز ان شاء الله، اذا بنطلع لكم الصور في الفيديو، بس هاي هم الاشكال اللي تقدر تسويها على سبيل المثال. فالحين احنا بنفتح واحد بنشوف شنو نقدر نسوي على الارض، بنركبه نوريكم الفكره. طبعا داخل العلبه يا جماعه في الاشكال اللي تقدر تسويها، بعدين عندنا هذه، يا الله هذه كميه وهذه كميه ثانيه. زين عندنا هاي اعتقد الكنترولر وهاي الكهرباء، نشوف ايوه الطريقة. بعدين تسكر عليه مثلا هالطريقة. والله مو صغير ها، هالطريقة مثلا كبير صار الطريقة على سبيل المثال. يعني الحين بنجرب بس الفكرة. بعدين هذه البسلايد داخل نتركب بلاك ديس. مهم يا جماعة هاي هم الاضاءات، بيلصق في الطوف تتوزع الاضاءة برا. الاضاءات شلون بتكون، شوف من الخلف تطلع الاضاءة. بعدين ان شاء الله بنركبها ونصور لكم اذا ركبناه. والله حلوة هاي. فا اوب 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 صارت قوية الاضاءة. هاي بالموسيقى. الو اوه اي لايك ات. الو الو خلينا نسوي راندوم. ايوه على سبيل المثال اذا ركبته على الجدار لا يعطيك شكل حلو كذي يصير وايد حلو. والله قوي. ايه لا عجيب. هاي الاضاءة يا جماعة حصلنا في محل كذا سوق. لا تنسون اللايك والسبسكرايب وتحصلون في الموقع وفي المحل اذا بغيتوا. نشوفكم يوم ثاني.